حتى الابتسامة صدقة، حتى الابتسامة إحسان. تصوروا احنا نبتسم لأي حدا، سواء كان طفل أو عجوز أو كبير في العمر أو صغير في العمر أو امرأة أو أخت أو أخ أو أم، أو بمثابة الأم أو بمثابة الخال أو بمثابة، تصور احنا نبتسم لهم أو ندعي لهم أو نساعدهم أو، فربنا بيصير يحبنا. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب الصابرين. قدر الإمكان كل واحد على حسب فهمه، على حسب ظروفه، على حسب عمره. اليوم قلنا تاريخ مميز لمحاربة نفس أمارة بالسوء، تاريخ مميز لتشجيع النفس أمارة بالخير. 23/5/2025، 23/5/2024، قبل سنتين من نفس الوقت هذا، يعني بتاريخ 25 والدي توفى الله يرحمه. حندعي له وندعي لجميع الناس اللي راحوا، خصوصا امبارح في واحد كمان هو بمثابة أخوي، أخو إبراهيم فوزي عبد الرحمن المهنة الدوسري، كمان توفى. حندعي له هو وجميع الناس اللي راحوا يوميا، ندعي لهم طالما احنا عايشين ان الله يرقيهم اعلى جنة تدخل بالفردوس، كل يوم يترقى ارواحهم. وندعي كمان للعايشين ان الله يجيبكم كل انواع النصر والنعم والفرح والانتصار وكل انواع الانبساط وكل انواع الرزق. ودائما نتذكر انه اكبر مشروع واكبر استثمار واكبر نصر وفرحه واكبر عيد ان هو نحصل لحب الله ورضائه. واليوم عيد عيد المبعث، عيد البعث، اللهم استعان اللهم استغاث. وبعد كم يوم عيد الاضحى، وقلنا اهم عيد وكل وهو الحصول لحب الله ورضائه، هذا اكبر عيد. فنبارك للجميع عيد البعث، ونبارك للجميع عيد الاضحى، ونبارك للجميع عيد الاقصى، وعيد كل الاعياد. احنا عندنا ما عندنا مشكله، بما انه ربنا بحب انه احنا نحترم بعض، ربنا بحب انه احنا نحسن للبعض. فانت تظن تعرف حقيقة، انا اظن اعرف حقيقة، والحقيقة عند ربنا. انت تصلي، انا اصلي، ومش شرط نصلي كل الصلوات الموجودة في كل الاديان، اللي هو 128 الف نبي اجا وحوالي 9 رسل. اللهم استعان اللهم استغاث. اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الدين هو عبارة عن اخلاق. حنقرأ دعاء لشفاء الناس جميع أمراض وترقي أرواح الناس اللي راحوا، خصوصا قلنا فوزي إبراهيم مهنة الدوسري وكل الناس اللي راحوا. يا إلهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي العليم الحكيم. يا إلهي، هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عن سواك، أنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي لسماء جودك وبحر أفضالك، وتدخله في جواي رحمتك الكبرى التي صبغت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. اللهم استعان اللهم استغاث. الله يجيبكم كل شيء حلو لكم قبل ما يجيب لي. نجاحكم في الدنيا والآخرة هو نجاح لإلي أنا كمان في الدنيا والآخرة. ما شفناكم في العين بنشوفكم في القلب، ما شفناكم في الدنيا بنشوفكم في الجنة. اللهم استعان اللهم استغاث. الله يجيبكم كل أنواع الخير لكم ولكل حبايبكم قبل ما يجيبوا إلي، صحيا نفسيا رياضيا اجتماعيا ترفيهيا، وأهم شيء إيمانيا. بنحبكم جميعا، كل عام وأنتم بخير.